هدفي الأول أن أعرف القوى المتوازية. إذا حضرنا نابض، هذا النابض شكل النابض، نابض آخر، طبعا هذول مثبتين في مكان ما في الأعلى، يعني مثلا يكون على الطاولة أو شيء جسم مرتفع مثلا مثل التعلوقة هيك سيبة، بس كنا ثابتة. ثبتنا هدول النابضين، فجبنا مسطرة، علقنا النابض الأول في طرف المسطرة والنابض الثاني في طرف المسطرة الثاني، تمام. لاحظنا إنه هيك إنه القوة متوازية، صح ولا خطأ؟ صح انتي صح. نعم سيمتوازي. إذن هون متوازي. لو أنا مثلا لاحظ إنه التدريجات معلقة مبينة على المسطرة، وضعت جسم عند 7 سنتيمتر، هل راح تتوازي القوة؟ إذن هل تتوازي القوة؟ لا انتي لا. لا. ما رح. لماذا؟ يصير عندنا قوة أكبر من قوة، اللي هي القوة على اليسار أكبر من قوة على اليمين. قوة أثقل من قوة. تماما، فرح يكون عندي قوة أكبر من قوة اللي هي على اليسار، رح تكون أكبر من اليمين لأن مسافتها أقل. إذا فلو زحنا حتى تتوازن المسطرة، إحنا علقناها عند 7 سنتيمتر، تمام؟ حتى تتوازن المسطرة. تمام. إيش بنعمل بهي الحالة؟ طبعا هي طول المسطرة حوالي 30 سنتيمتر، هي المسطرة حوالي 30 سنتيمتر، فلحتى توازن وين لازم نعلق الجسم يا أحمد؟ أنسي بأول مسطرة وآخر مسطرة. إحنا بدنا نعلق الجسم في مكان ما من المسطرة، يعني بين 0 و30 هي تدريجات. أنسي بس أول واحد بالصفر وتاني واحد بالثلاثين. هي علقنا احنا عند 0 علقنا النابض الاول، وعند 30 علقنا النابض الثاني. فذكرنا لكم انه قلنا لمحمد الشيخ، يا محمد انه علقنا المسطرة عند 7 سنتيمتر، جسم علقنا الجسم عند 7 سنتيمتر، فقلنا انه ما توازنت المسطرة. فحتى تتوازن فممكن انا ازيح الجسم بالتدريجات هيك، ما انا مثلا عند 8 ملاحظ انه توازنت، زحت على 8 يا احمد، الصورة ظاهرة أمامك، لاحظ المسافة من عند 0 حتى 8 ومن 8 حتى 30، أيهما؟ لا أنسي، لا إيش هو إيه؟ لا أنسي علق من 0 للـ7 ومن 7 لـ30، أنسي ما بتتوازن. كيف حتتوازن؟ بتتوازن ما؟ طيب ليك لاحظ قبل ما تعطيني الإجابة، لاحظ على القوتين، قوة النابض الأول والنابض الثاني، يعني متساويتين، يعني مثل أنت وأخوك أوزانكم متساوية، يعني مثلا على سبيل المثال أنت وزنك 40 كيلوغرام ووزن أخوك الثاني وزنه 40 كيلوغرام على سبيل المثال، تمام؟ وقعدتوا على لعبة الميزان، طبعا هلاقين ممكن أنه مثلا زي إجريكم نازل للأرض متدلي للأرض، راح تعطوا انتو قوة دفع للأعلى وشيء تنزيل للأسفل بهي شيء انتو عم تلعبوا، بس احنا بدنا نجربها، فقلنا لكم جربوا لنا إياها، راح تتوازن هدول لعبة الميزان، فراح كيف راح تتوازن؟ ما أقول لكم انه ارفعوا إجركم للأعلى، يعني قعدوا قاعدة تربيعية وارفعوها، فبتلاحظوا انه مننطر نحن اللي عم يعني يحضر معنا منطلع على اللعبة، هل توازنت؟ لا أنسي لا. ليش لا؟ أنسي لأنه بي واحد أتقل من واحد. أنا قلت لك أنت وزنك 40 كيلوغرام وأخوك وزنه 40 كيلوغرام. لا أنسي إذا هيك بتتوازن. إذا هيك بتتوازن، تمام حلو. فمعناته يا ابتسام أين رحنا مثلا لما بركوا في اللعبة توازنت الأجسام، ف المحور اللي هو اللي بيحاول على صعود ونزول، هذا محور في أين رح يكون موضوعه؟ في المنتصف على في المنتصف، ممتاز. إذا حتى يتوازن عندنا الميزان لازم يكونوا في المنتصف، مثلا مثل نحن لما نكون احنا واقفين مثلا كل واحد فينا
كل واحد فينا واقف وله كل واحد كفة إيد، تمام؟ جسمنا في المنتصف، كفة الإيد على اليمين كفة الإيد على اليسار، فصار عندنا مثل ميزان، رفعنا هيك للأعلى ووضعنا هون تفاحة وهون تفاحة، توازنت؟ إيه أنسي تتوازن. تتوازن. إيه أنسي. تماماً. لو أنا مثلاً نفس المسافة اللي أنا مثلاً أو أنتو الإيدين شلت بالتفاحة بالإيد الثانية تفاحتين وبالإيد الأولى تفاحة، تتوازن بهي الحالة؟ لا أنسي ما بتتوازن. ما بتتوازن، ليش؟ أنسي لأن صارت هيك وحدة أثقل من وحدة. صار وحدة أثقل من وحدة، حتى يتوازن لازم إحنا يكون عندنا المسطرة بشكل أفقي، أول شيء لازم يكون عند المستوى أفقي. هي تتوازن. ثاني شيء لازم يكون عندي الأجسام متساوية، تمام؟ الأجسام متساوية حتى يتوازن القوتين. ثالث شيء لازم يكون المسافات بين المحور والطرف لازم يكونوا متساويين. لو نحن نقسم المسطرة بالنص اللي هي قلنا يكون مقاسها من 0 حتى 30، فمعناته نص منتصفها 15 أنسي. 15. ممتاز. إذا 15 فمعناته المحور بدنا نوضعه اللي هو في منتصف 50، ونلاحظ انه الطول من 15 لعند الصفر يساوي الطول من 15 حتى ال 30، تمام؟ فبهي الحاله انه محور الدوران او الجسم او اي شيء هنسميها المحصله نسميها، فبتكونها بالمنتصف. الا اذا كانت مثلا احنا بدنا نقوم في تجربه بعدين نحكي فيها، تمام؟ إذا الجسم رح نعلقه في المنتصف عند مثلا عند ال 15 على التمام، هذا الجسم طبعا الجسم بده يكون قوة شده للأسفل لأن احنا بدنا نشوف، فملاحظ بنسميه قوة الثقل W شعاع، قوة الشد النابض الأول، قوة الشد النابض الثاني للأعلى، يكونان للأعلى. فملاحظ انه لما وضعنا الجسم على المسطرة في منتصف المسطرة، فما انه انتهينا نحن من تجربتنا، لا ما انتهينا من تجربتنا، بدنا نتحقق من التجربة هل هي متساوية، هل هي مضبوطة، هل هي خطأ ام لا. فانا بطلع على النابض، طبعا النابض هو بيكون مدرج، بيكون مدرج، بدي اقرأ القراءة اللي اعطاني اياها على النابضين وليس على النابض واحد او الربيعتين، احنا بنسميه اما ربيع او نابض. فبطلع على النابض الأول أو الربيع الأولى، فبلقي أنه أعطيني القراءة مثلا 30 نيوتن، أعطاني القراءة 30 نيوتن. طيب خلينا نرجع نقرأ القراءة عند النابض الثاني، فبلقي كمان أيضا أعطاني القراءة 30 نيوتن، تمام؟ فمعناته شغلنا مظبوط 100% وتجربة يعني مظبوطة. متوازنات ومتساويات. متوازنات ومتساويات بالقوة. توازنت ويكون الأطوال طول بين القوة اللي علقناها، الكتلة اللي علقناها والقوة النابض، قوة شد النابض متساوي، يعني الكتلة اللي علقناها بين الكتلة وبين قوة شد النابض الأول تساوي الكتلة الجسم اللي علقناه بين قوة شد النابض الثاني يساوي متساويتين، هذا الطول، عم نحكي على الطول، تمام؟ تمام. أنسي أنا عندي سؤال. إيه تفضلي يا يمنى سلينا. أنسي دبليو هي المحصلة؟ إيه نعم. الثقل هو عبارة عن أنسي بس ليش ما يبجهة القوتين؟ هي عبارة إحنا عم نجرى، قلك عم نجرى كتجربة كيف رح تتوازن المسطرة. لما أنا بدي أعلق معلي سؤالك حلو يا يمنى. لما بدي أعلق النابضين في الأعلى وعلقت المسطرة يعني بين طرفي النابضين، نرجع من عيد التجربة وعلقت أنا الجسم، أنا بدي أشوفه أنه الجسم علقته في المنتصف المسطرة، فرح ينزل الجسم لوين؟ رح يطلع للأعلى أم للأسفل؟ للأسفل. إذن للأسفل. هيك بهي التجربة انه احنا بدنا نشوف التوازن بالنسبة للمسطرة. لا ممكن انه مثلا نقوم بتجربة اخرى كل القوة الاولى والقوة الثانية والقوة الثالثة باتجاه واحد، ممكن انه باتجاهين متعاكستين، ولكن هي كمقدمة لدرسنا انه كيف رح يكون متوازية. ايه تمام. ايه تمام. تمام.
تمام مفهوم بالنسبة لقوة التوازن؟ إيه تمام مفهوم. طيب الله يعافيكم. لاحظ فايش بنستنتج بالأخير؟ نستنتج من خلال الحكي اللي حكيناه، مين بيشاركنا؟ نعمانسي. محمود. نعمانسي. يلا محمود نستمع آرائكم جميعا. إيه تفضل. ايش بنستنتج من الكلام؟ يعني ممكن تقول لي كلمتين ثلاثه فقط، اربع كلمات هيك نستنتج من الكلام اللي حكيناه. نعم اسي انه اولا انه لحتى تصير القوه متوازنه لازم نخلي المسافه قد بعضها بين البعدين. اسي كمان لحتى نطالع قوه المحصله، لحتى نطالع قوه المحصله لازم نطرح القوه الاولى من القوه الثانيه حسب الاتجاه او هيك حتى يطلع معنا. ولكن احنا بدنا نستنتج انه من اللاحظ انه القوه الاولى وقوه الثقل، قوه الثقل اسي قوه الثقل راح يكون بجهه القوتين الاولى والثانية، بجهه القوتين الاولى والثانية. تمام شكرا لك. نعم انسي. نعم مين بدي يشاركني كمان؟ نعم انسي. نعم انسي. ايه انسي معك. نعم أنسي أنيتو هون إنه لتصير القوة متوازية إنه لازم يكون النابض الأول يوازي النابض الثاني، أنسي يعني إنه هي القوة التي يكون حواملها متوازية. تمام. حطيت المسطرة والحاملين اللي عليا إنه لازم يكونوا بقد بعضهم. تمام أحسنت يا غزال شكرا لك. مين كمان محمد؟ تمام أنسي. إيه أنسي. أنسي إنه نستنتج يعني إنه ما بصير عندنا قوتين متوازيتين إذا ما كنا متساويات. إذا ما كنا متساوية تماما. حلو مين كمان؟ أنا أنسي. نعم يا ابتسام. أنسي إنه القوتين المتوازيتين قوتين المتساويتين متوازيتين اللي نفس الطول ونفس العرض يعني واللي نفس كل شيء. عرض شو؟ أنسي طول عفوا خربطت. إذا بتكونوا إنه المستقيمات الثلاثة يعني القوة نفسها. تماما اذا بتكونوا متوازيين. انا انسي. مين انا؟ يمنى. ايه انسي. يلا انسي. بيكون عندنا القوتين متساويات بتكون نقطة التأثير بالمنتصف وبتكون المسافة بين اف واحد ونقطة التأثير تساوي المسافة بين اف اثنين ونقطة التأثير. تماما حلو. أنسي نعم. عدم المقاطعة لسه بعد إنه درس الفرنسي راح يبدأ. يلا بس أنسي إنه من القوتين لازم يكونين الحجم نفسه أنسي يعني متوازيتين. متوازيتين أحسنتم لكم أحسنتم جميعا وشكرا لكم جميعا. إذا نستنتج إن حوامل هذه القوى متوازية حواملها متوازية تمام. تماما رح نحكي آخر نقطة أنسي. تمام يعني بناخذ دقيقتين فقط. الشكل الهندسي رح نرسمه بالنسبة للتجربة، أخذنا خط مستقيم أفقي سمينا الطرفين A و B. القوة الأولى قوة شد النابض الأول F1 شعاع وقوة شد النابض طبعا مع رسم الحامل له وقوة شد النابض الثاني F2 شعاع الحامل له والقوة الثقة اللي علقناها في المنتصف رح نسمي نقطة هي سي قوة الثقة دبليو شعاع والحامل له. فنستنتج انه حامل القوة الأولى وقوة ثانية وقوة المحصلة المتوازيات مستقيمة متوازية تمام بشكل مستقيم، ولكن احنا ما بنقولها مستقيمات متوازية نسميها ان حوامل القوة الثلاث متوازية. تمام أنسي. تمام تمام هذا الرسم الهندسي انما نمثله احنا بالأشعة الحامل الأول حامل الثاني حامل المحصلة أو الثقل هو بده يكونون متوازيات. هذا المعنى المقصود بحواملها، هاي المقصود بحواملها. إذا نعرف القوة المتوازية هي القوة التي تكون حواملها متوازية. لاحظ الحامل الأول حامل الثاني حامل المحصلة متوازيان لم يلتقيان في نقطة واحدة. ممكن أن يكون عندي الحامل الأول أقصى من الحامل الثاني ما مهم، المهم انه يكون متوازيات اول نقطه بالنسبه لمصطلح الرياضيات. ولكن في عندي انا بالمهم بالفيزياء انه لازم يكون انا عندي المستوى الافقي اللي هو عباره عن الخط الافقي
أو المسطرة أو الساق تكونها على مستوى أفقي متساوي، هي نسميه إنه القوة الثلاث هي متوازية. بالفيزياء نسميها القوة الثلاث هي متوازية، تمام؟ أنسي إنه المسافة بين A و C هي نفس المسافة بين C و B. تماماً، تماماً. بالضبط. إنه لا تكون هون إنه القوة متوازية. لا يا صديقتي، هلا ممكن إنه مثلاً يكون عند المسافة بين A و C أقل من المسافة من B و C أقل منها، فحسب القوة اللي بدي يعطيني إياها. إيه. أسي هيك تجنب الأقصر. تمام. القوة الأكثر عن القوة المتصلة. القوة F1 F2 هاي. إيه تماماً، حسب. هلا لاحظ أنا مثلاً على الرسم الهندسة، لاحظ القوة الأولى بالنسبة للرسم والقوة الثانية متساويتين بالنسبة للرسم، صح؟ إيه أنسي، تمام صح. لو طولت الرسم بالنسبة للقوة الأولى أطول من القوة الثانية، فما راح يصير عندي قوتين متساويتين، راح يكون عندي قوة أكبر من قوة. فلهيك إحنا راح نزيح السهم المحصل باللون الأحمر إلى ناحية القوة الأكبر، ناحية القوة الأكبر. إن شاء الله بكرة راح ندرس العناصر ونفهم أكثر. ما رح نطولكم، بس في عندي سؤال واحد فقط بدنا نسأله لعمر دغيم. عمر دغيم رح نسألك سؤال صغير بسيط جدا. جاهز يا عمر؟ يلا. القوة المتوازية هي القوة التي تكون حواملها متلاقية، صح أم خطأ؟ أنسي خطأ. ما هو الصحيح؟ أنسي متوازية تكون هي القوة التي تكون حواملها متوازية. أحسنت يا عمر، شكرا لك. إذا جواب خطأ، القوة المتوازية هي القوة التي تكون حواملها متوازية. أحسنتم جميعا وشكرا لكم جميعا.